السلام عليكم، حياكم الله. اليوم راح نكمل لعبة ايزك، واليوم راح ألعب شخصية كين. نقول بسم الله. طبعا راح نكمل هدفنا ان نهزم ايزك 5 مرات. اوكي، قنبلة. ما احس في شيء له داعي ان نشتري، يعني ممكن البطاقات بس. ما يحتاج. ما اذا كان عندي فلوس اساسا راح اشتري. ايه، وين الايتم روم؟ الجهة الثانية. ودي اخذ الايتم اللي في الايتم روم قبل، بعدين راح اروح عند البوس. في احتمال تكون سكرت روم هنا بعد، بس خلينا نروح ناخذ اول شيء اللي في الايتم. اوكي، هذا كل ما يعني زادت فلوسي كل ما زاد الدمج. راح احاول افتح الصندوق بدون ما المس النيران. اوكي، اوكي، فلوس. يلا زين، الدمج راح يزيد. اوكي، نتوجه للبوس في قلب هنا بس قبل اخذه. اخيرا، يا الله، اوف. هذا فايدة الترينكت الظاهر، اذا خد دمج خليه يبحث ثاني. اوكي، قدرة الترينكت كل ما اخذ دمج في احتمال انه يطيح لي ايتم وبعدين راح تتدمر الترينكت. يلا زين، انا احتاج قلوب زرقاء. يا الله، طلعوا. هذا ما بيه سيء حيل. حلو، فلوس يعني دمج كفو. للحين حصلت تو تنت دروك. حلو، ذا هرفات هرفانت، هذا الشيء ينطقونها، بس المهم زين. قلوب، أهم شيء قلوب. اوكي، انا بقنابل.
اوكي، هذا راح يعطيني قنابل لا نهائية، ف راح اخذه، بس ان شاء الله ما انتحر من او تقتلني قنابل يعني. حلو، في احتمال السكرت روم هنا بعد. اوكي، هم هنا. اجل يمكن هنا. ايوه اوكي، راح افجر الجدار بدل ما استخدم مفتاح. اوكي حلو، هدية راح اشتريها. راح اشتري هذا بعد، هذا راح يقوي الذبان والعناكب اللي تكون معاي. خلاص راح افجر الباقي. أبي طيح قنبلة، طيح، يا الله يا الله. خلاص أيوة، موت موت. في احتمال سكرت روم هنا؟ لا والله ما ادري، والله وين بتكون، بس ما لي خلق صراحة ادور عليها. حس وضعنا الحين كويس يعني، عندنا قلوب كثيرة والدمج يعني نوعا ما ممتاز، نحتاج تسيرز بس. اوكي هذا التير جات لنا، راح اسحب على ال ديفل وراح اروح عند الانجل. اوكي ان شاء الله ايتم كويس. لا زبال، ما عاد مفتاح. راح اشيك كذا هنا سيكرت روم ولا لا. اوكي راح افعل الهدية هنا. يا الله هذا الظاهر اذا ما خاب ظني، في احتمال اذا خلصت من غرفة يعني مثل هنا، يعني لو خلصت من غرفة في احتمال يطيح لي ايتم، مو بايتم، بيك ابس يعني قنابل ولا مفاتيح. حلو هيثاب، اوكي دونيشن ماشين، اذا ما في في الشوب بتبرع فيها. او حبة ثانية بعد هيثاب. حلو يا اخي، ما شاء الله كريمين بالفلوس.
لا الحمد لله فجر. استغفر الله رسوله. طيب نفجر تمثال ودي اتبرع عن فلوس، ادري راح اخسر دمج بس احس ودي اعبي واخلص من دونيشن ماشين من الحين او في اسرع وقت ممكن. ايه خلينا نشوف وش. اوكي بوس سهل ان شاء الله، بس تجينا غرفة الانجل. ابي اطيح قنبلة يا اخي، طيح قنبلة مو راضي يطيحها الحين، قرر يطيحها. اوكي للاسف ما طلعت لي الغرفه. ودي افتح الصندوق اللي في الغرفه اللي فوق على اليسار، بس خلينا نشوف الشيك هنا في شيء ولا. يا الله كل ذا على قنبله واحده وقلب. اوكي يلا زين، اعطاني 5 كوينز. حلو شيك هنا إذا كانت سكرت روم هنا ولا لا. لا هنا. طيب ولا هنا. حلو حظي يا أخي مع الفلوس، ممتاز. يعني طق من يا الله. الو ايه اتوقع هذا راح يعطيني سبيد ويمديني يعني امشي كذا بدون ما اخد دمج. خلاص ما بسوي.
اوكي خلينا نفجر تمثال. ودي اشتري هذا، ما في ريتم كويس هنا. هنشوف هنا يمكن سكرت روم. ايوه حلو، فلوس. الله يا اخي ما ادري ايش اللي صاير يعني اليوم، يعني كش بيعطيني فلوس. الحمد لله الحمد لله. بدي افجر المشرومز، يمكن يعطيني ماجيك مشروم. في نفس الوقت راح يعني في الغالب يعطيني حبوب، والحبوب كلها كويسة مع كين يعني. اوكي خلينا نشيك على السيكريت روم. اوكي هنا حلو، بطاريات. عطني اول شيء اكتيفيت، عشان ايش في يعطيني بطاريات ما ليش. ايوه اخيرا انجل روم. يا الله تعبت انا يا اخي من الاكتف ايتم. ايه خلاص خلنا ننتقل الفلور اللي بعده. اوكي راح اشتري مساحة، الصراحة احسن من الايتم ده الزبال. إيه راح أفجر هذا، ما راح أخسر فلوسي. راح أمسح هذولي، كريهين صراحة. في تنت دروك هنا عاد، ما ادري شلون اقدر اوصل لها. احتاج طيران. اوكي حلو، طقتها هيرو فانت، ما ادري شلون ينطقونها، لكن ما ادري بكم بالضبط عندي قلب، فما راح افعلها الحين. يا الله اوكي راح افتحهم. راح اسحب الصراحة، اسحب عليهم. ستيم سيل.
لا والله هذه حبة انرجي ما لها فايدة. يا الله، المفروض ما انطح اللي طلق علي عشان ما اخذ دمج. يا الله، اوكي، هذا راح يعطيني تيرز اب، والتيرز حقتي راح تخترق الصخور. للأسف ما طلعت لنا غرفة الأنجل. خلاص راح أفعلها. إيه، راح أمسح هذا، الصراحة إنه كريه حيل. يا الله، مسحت جسمه ما مسحت راسه. يا الله، ما دام ان عندي قلوب كثيرة فراح اضحي، راح اعطي شوي من قلوب الحمراء. راح اخذ صراحة، بس ان شاء الله راح يعطيني مجال واخذ واعبي قلوبي قبل يعني اخذهم كلهم. ودي بعد اعطيه هذا قنابل، لان عندي قنابل لا نهائية. بس فلوس، يلا زين دمج. طيب راح اخذ، يا الله كش وش الدمج هنا. تم تدرك حلو اتش بي. في achievement يعطيني item يعني إذا قمت ألعب مع ذا 100 مرة، لكن ما أدري، أحس ما بعدين راح أسويه صراحة. ما بضيع الدمج.
اتوقع الترنكت اللي معي احسن من هذيك. اوكي تنت دروك. اطلع يلا اطلع. في هذا الايتم يعتمد على الحظ، يعني راح يطلق جميع الجهات، وانا حظي يعني حاليا ممتاز فزين. اوكي فجر هذا. عطني فلوس. ايوه خلينا نشوف ايش في تحت. اوه هذا حلو، راح يعطيني دامج، وفي تيرز راح تدور حواليني. يا خلاص كفاية بطاريات. ودي اتبرع، ادري راح اخسر دامج. خلاص كفاية دمج. يلا طلعي. يا الله للأسف ما طلعت لنا غرفة اللانج مرة ثانية. اوكي شلت الهيكل العظمية، انا كنت ناوي اشيل ذا الاحمر. حلو حبوب. اوكي هالضب. اوه حلو تي ضب سبيد. اوكي هذا البوس. اوكي خذ عطني شيء حلو. قلب اسود وبطاقة رفت. يا الله تو ماخذ قلب اسود، توني ماخذه. يا الله جاني دبل روم. اوف برمستون وسكينة. راح أخذهم اثنينهم. الله أول مرة أشوف الكومبو ذا، البرمستون مع سكاكين طلع، أو مع سكين عفوا، يعني طلع سكاكين واجد. صح ذلي كريهين.
ايه خلينا نروح عند السيكريت روم. ايه هذا راح يعطيني دمج، يعني راح يعطيني فلوس واجد. خلاص عندي قنابل كثيرة. خذ القلب هنا يلا بسرعة عجل. اوكي حلو. نسيت السوبر سيكريت روم مرة ثانية. حبوب حلو رينج حلو. اوكي تعال خذ القلوب اللي هنا. ايوه حلو. بولز اوف ستيلز عنكبوت بس. او ماجيشن ودي اخذها. شيت انا فعلتها بالغلط. يا الله كنت ناوي افعل هرفات ما ادري اسمها. يا الله البوس يفترض اسوي لها وان شوت. الله باقي واحدة بس. اوكي الايتم زبال نسحب عليه ونرقى فوق. خل بعد يعطيني مجب مشروم. ياه يا الله يا الله قاعد اخذني مش غبي. الله سلام واتس. ايه صراحة كانت من أسهل الرنات اللي لعبتها. اوكي وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أنها نال على إعجابكم. شكرا على المشاهدة. يلا أمان الله.